قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء. فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء ودفن من الليل. وقال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساعي من آخر الليل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي بن أمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد رضي الله عنه وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فافاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي للناس أو قال بالناس قال ثم أغمي عليه فافاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره. قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف أو قال صواحبات يوسف. قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه ذهب لينكص فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فقال عمر رضي الله عنه والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعوه. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيت أبكي دهشا فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا. قال فقال لي انطلق فانطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أفرجوا لي فأفرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قال يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم فعلموا أن قد صدق.
قالوا: يا صاحب رسول الله، أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه. واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، ندخلهم معنا، ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب: من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. من هما؟ قال: ثم بسط يده فبايعه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الله بن الزبير، شيخ باهلي قديم بصري. قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة: واكرباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة.